معنا عبر الهاتف السيد باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات. سيد باسل، مرحبا بك. وفي أي سياق يمكن قراءة تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن اتفاق سوتشي هو خطوة مرحلية لكي يتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح بإدلب في تقديرك؟ نعم، تحياتكم لمشاهديكم الكرام. الحقيقة هذا التصريح يأتي في سياق تطورات الأحداث الأخيرة، اللي هي بدء عمليات الانتشار من قبل الطرفين والتحضير لإنشاء المنطقة منزوعة السلاح، وأيضا هو يحاول إجابة على كثير من الأسئلة التي أثيرت حول طريقة أو أبعاد قبول روسيا بإنشاء هذه المنطقة، بدلا من عمليات الاجتياح العسكري التي كانت تتوعد بها. ولعل الأهم في تصريحه هو الإشارة إلى أن الموضوع هو مسألة مرحلية، وبالتالي هو روسيا تحاول أو تريد أن تقفز مباشرة بشكل أو بآخر إلى مرحلة أخرى أو إلى شيء آخر بعد هذه المرحلة. ربما هم يعوجون على مرحلة. هل يمكن أن يعني هذا أنه ثمة مخاوف فعلية حقيقية من انقضاض روسيا على اتفاق سوتشي، وأنه من الممكن بالفعل أن تقوم روسيا بعمل عسكري في إدلب؟ هو مسألة انقلاب روسيا على الاتفاق واردة لسبب بسيط يتعلق بالتجارب السابقة مع روسيا. تقريبا كل الاتفاقات التي دخلتها روسيا مع الطرف الآخر، سواء كان بحضور الضامن التركي أو بحضور الضامن الدولي المتحدة أو ما شابه، روسيا في النهاية لم تلتزم بمضامنها بشكل كامل، وأحيانا لم تلتزم بمضامنها بالمرة، وكانت قد قدمت وعودا بوقف اطلاق النار في اكثر من منطقه، ثم هاجمت في كثير المناطق او باخراج المدنيين دون التعرض لهم، ثم تعرضت لهم واشياء من هذا القبيل. لذلك خيار او سيناريو انقلاب روسيا على هذا الاتفاق وارده بالتاكيد. لكن في المقابل هناك تصريحات تحدث بها ابراهيم كالين مؤخرا، متحدث الرئاسه التركيه، وقال انه من غير المقبول ومن غير العادل ان يتم تحميل الجانب التركي المسؤوليه كامله عن كل هذه الاوضاع. هل هذا يعني بأن هناك تململا تركيا من الموقف، وأنه بالفعل هناك مخاوف تركية من أن يتم القفز على مكتسبات سوتشي وغيرها؟ يعني هم بالتأكيد هناك مخاوف تركية، وإلا لما كان مسألة بلورة هذا الاتفاق أخذت كل هذا الوقت وكل هذا الجهد السياسي والدبلوماسي في سبيل توفير ضمانات من كلا الطرفين، وبالتالي هناك لا شك نوع من التشكيك من قبل الطرفين ببعضهم البعض. وكما قلنا هناك تجارب سابقه بالنسبه للروس، وكان فيها الضامن احيانا تركيا واحيانا دول اخرى، ولم يلتزم الروس بجانبهم الاتفاق. بالتاكيد اتفاق سوتشي الاخير والحديث عن المنطقه منزوعة السلاح ليس كما سبقه من الاتفاقات، هو اتفاق اكثر متانه بكثير، ويبدو ان تركيا تعود فعلا على هذه المره على التزام الروس بمضامنه، لكن يبقى احتمال انقلاب الروس على هذا الاتفاق واردا. طيب، في حال ما اذا تم الانقضاض بالفعل على هذه المكتسبات، ماذا تمتلك تركيا في المقابل من أوراق بديلة، خاصة إذا علمنا بأن هناك 4 ملايين لاجئ سوري في إدلب من المحتمل أن ينزحوا إذا ما حدث أي عدوان على هذه المنطقة، وبالتالي تحميل الجانب التركي المزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ يعني هناك تبعات كبيرة جدا لمسألة الانقلاب على هذا الاتفاق، تبدأ كما ذكرت حضرتك بمسألة وجود عدد كبير من المدنيين الذين يمكن أن يتحولوا إلى لاجئين، ليس فقط في تركيا وإنما بالتأكيد سيتحولون الى لاجئين في دول اوروبا ودول اخرى، وهذا امر يعني يجري الحديث به يوميا. ايضا هناك مشكله او مساله وجود انتشار تركي عسكري كبير في هذه المنطقه اليوم، لا يمكن دخول لروسيا او دوله اخرى ان تقوم بعمل عسكري واسع في هذه المنطقه دون التعرض لهذا الوجود العسكري، وبالتالي فان الدخول بعمل عسكري او اي احتكاك او اصطدام عسكري في هذه المنطقه سيعني بالضروره الاصطدام بجانب التركي، وهذا بالتاكيد له تبعات كبيره بعد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.